الكلام لازم يكون مقنع يا فاروق. هو عايزنا نتعرف على عيال المهربين وخصوصا اللي موجودين قريبين من ليبيا. ما تفكر في ده والحساب وسيب الحساب ليوم الحساب. طلب مني تقرير يومي عن حال البلد. هو اللي معجب برا برا بيت لسه نتهت خلاص مش قادر. ومالك كده حياتي بتتكلمي كأن العيب مني؟ انا بتكلم جد على فكره. ما انا كمان تمام وزي الفل. تمام يا فندم. الله اكبر. اول ما الفيديو يخلص عاوزه ينتشر انتشار سريع كده. نجمنا النهارده من طفولته بدا حبه للفن، كان مجنون تمثيل، ولما شاف فيلم المشبوه تقمص الدور وقلبها بقى خناقه مع اخوه تقريبا كده يعني عمل له جرح بسيط. بدأ بالإعلانات قبل ما نشوفه في أدوار خفيفة لطيفة، غير جلده وقدم الشر على أصوله في مسلسل ليالينا. مش عارفة هو موافق على كلمة الشر ولا لا. وصف نفسه كمان مرة بأن هو الممثل الطماع، طموح جدا ملوش حدود، بيحب يخاطر في أعماله الفنية ويجدها جدا جدا، وعلى عكس بعض الشخصيات اللي بدأ بيها. طبعا مش عايز اطول عليكم، محمد علي رزق او رزق زي ما بيقولوا له في الوسط الفني الجميل، واللي اخر اعماله حاجه من الكلاسيكات الجميله كاليجولا اللي بيقدمها على خشبه المسرح. اهلا بيك يا محمد، منورنا. ده نورك. ايه التقديمه الكبيره دي؟ ده انا نفسي اقول حاجات، لان انت ما شاء الله مبروك. كل في رمضان كنت في الاختيار متميز، وقبل كده في ليالينا محطه مهمه جدا جدا. الحمد لله. يعني دخلت في صفوف الممثلين الجامدين جدا جدا. والله بص، هي اجتهادات والله، انا بجتهد. انت منورها الاول، مرحب بيك. وبعدين هو بيقول انا متوتر من برامج الهوا وانا قلقان. انت بتطلع مسرح يا فندم، فانت يعني اطلع مثل الكلام ده. انا اطلع مثل اقعد قدام الكاميرا مثل، لكن الكلام كده ساعات ببقى متوتر شويه. بص، هو عموما يعني الممثل الشاطر رزق. الله يكرمك. حلوه دي. حلو. بص، انت انا قعدت اعد وراك عدد الاعمال اللي انت قدمتها لحد دلوقتي، ما شاء الله ما شاء الله، يعني في حدود 75 عمل. الحمد لله. اكيد كان فيهم عمل هو كان نقطه تحول في حياتك، او من عنده حبينا نطلع ستيب او خطوه حسيتها مهمه في مشوارك الفني. ايوب. مع انه كان دور صغير يعني، مع كان الجميل كان مصطفى شعبان. طبعا. كان كمساحه هو ممكن يكون اصغر دور انا عملته في حياتي، بس كدراما وكقيمه فنيه ده اهم دور انا عملته، لان هو كان السويتشايه من الكوميدي للتراجيدي. وانا كنت مستني اي دور يقول ان انا ممثل. يعني انا طول عمري ضد فكره النمطيه، ده كوميديان، ده فيلن، ده طيب. انا شايف ان دي قوالب سطحيه شويه. انا شايف ان الممثل ممثل يعمل اي حاجه، فكنت مستني الدور اللي يقول ان انا مش كوميديان بس. حلو جدا. فلما جالي مايكل في ايوب كانت نقله مختلفه بالنسبه لك جدا. بس برضو لما جالك الاختيار وشفناك وجمهورك كله استغرب وقال ايه ده في يعني في حدث في الموضوع وفي اداء محمد علي رزق، ومحدش يعني كان في مفاجاه ليهم. هو كان حظي حلو في الاختيار يعني. كان حظي حلو ان انا دوري. حظ ولا شطاره؟ والله حظ. الشطاره دي يعني بصي بتبقى اخر حاجه، هو توفيق ربنا. على دعوه امي، وبعد كده يجي بقى اجتهادي في الاخر. ولشطارتك يختارك بيتر ميمي وفريق العمل اللي انت بتكون معاه. طبعا دكتور بيتر ده الواحد بيعمل مشهدين ثلاثه بس، يعني مش مهم حجم الدور. لا دكتور بيتر بس كمان بيختار ممثل. لا بيتعب كمان، بيتعب على شغله بشكل رخم يعني، ما بيفوتش الهفوه بصراحه. لما كلموك قالوا لك انت في الاختيار معانا السنه دي، كان احكي لي اليوم ده كان عامل ازاي؟ فرحت جدا لسبب، لان انا اصلا عايز اشتغل في الاختيار من الجزء الاول. يعني انا طلبتها من دكتور بيتر، قلت له انا عايز اشتغل في الاختيار ده لازم. مستني تيجي. هو مستني لك الدور اللي يناسبك. وهو قال لي اهدى يعني استنى لغايه الاختيار ثلاثه بصراحه. طيب. لان الاختيار اصل عمل مهم. وعمل تقريبي بيوثق. فانا وجودي فيه طبعا حاجه مهمه جدا. يبقى شرف لاي حد. طبعا. مش مجرد مسلسل، ده يعني بشوف الاختيار كتوثيق وتاريخ، ده مشروع قومي. بالظبط. هو انا بتعامل مع الاختيار من المنطقه دي اكتر منه عمل درامي. ده حقيقي. فعشان كده كنت مهتم جدا ان كل نجوم مصر والدول العربيه تتمنى انها تشارك فيه يعني. ده حقيقي. ده حقيقي. محمد انت هبه ودتنا لايوب، ومن ايوب انت دخلت مع ابو جبل مع مصطفى شعبان، لكن خليني نقف عند محطه اللي لفتت نظر النقاد والناس، ليالينا. يعني مرتضى في ليالينا ده مرتضى الشبراوي. يعني
حسسني معلش يعني انت ليك شخصيتك بس صلاح منصور والناس الجامده الناس اللي ما بيتكرروش خدت شخصيه معينه يعني رزق بقى ليه كاركتر او مرحله نضج ما اعرفش يمكن مع مخرج متميز طبعا يعني والعمل كله كان بص خليني ادي بس بني ادم حقه كده في الاول استاذ احمد صالح المخرج طبعا بنحييه طبعا حمص اكتر بني ادم مؤمن بامكانياتي كممثل مع اني عرفته صدفه في ايوب يعني انا ايوب اللي موديني على الدور الكاستنج دايركتور بالظبط بتاع العمل هو ما يعرفنيش يعرف ان في ممثل اسمه محمد علي رزق ما يعرفش اتقابلنا في ايوب خرجت من ايوب حمصه كان شايلني على كتفه وماشي وده بجد حطك يعني في دماغه احمد صالح يعني يعني ده ممثل شاطر بيك. لازم ياخد فرصه عملنا مع بعض بحر عملنا مع بعض ابو جبل بعد كده قال لي ما كفايه عليك الطيب بقى انا زهقت منك انت تعمل شرير ازاي شافك في حاجه انا اتفاجئت يعني انا رحت قلت له انت متاكد ان انا هعمل الدور ده يعني انت قال لي انت مش متاكد قلت له انا متاكد انت متاكد انت متاكد ان انا هعمل مرتضى ده قال لي متاكد روح ذاكر وتعالى حلو هو مؤمن بيك يا محمد بصراحه فلازم اديله حقه تحط اسمك على التترات وبتتسمى ومصر على محمد علي رزق اسم ثلاثي طب ما فكرتش مثلا يبقى عندك اسم شهره انه يبقى أسهل. اكتر من كده محمد علي رزق ده هم زمايلك بيقولك رزق مش بكيلو رزق مرزوق زيزو علي يعني انت ملامحك الملونه دي ما كانتش عقبه بالنسبه لك ان هي تزنقك في كورنر انه ملامحك مش مصريه يعني ملونه وشعر فاتح فالملامح شويه لا هي كانت العقبه أهمري. الاكبر التخن وتغلبت عليها انا شايفه ما شاء الله الدنيا الحمد كويسه لله. لكن الملامح الملونه دي عادي يعني احنا هنطلع لك صورك دلوقتي وانا تخين هنطلع لك عشان نعرف قد ايه انت عندك يا رادا برافو عليك برافو عليك بص بقى اكيد الجمهور دلوقتي ويعني ناس كتير عايزه تعرف ازاي ما شاء الله عرفت تبقى عندك الاراده دي وانك تنزل وزنك عشان صحتك قبل اي شيء والله مش عشان صحتي بصي مش هبقى كذاب اقول لك عشان صحتي انا بحب فكره الصراحه مطلقه جميله اصل صحتي في النهايه تمام عشان الشغل عشان انا بحب شغلي انا ممكن اعمل اي حاجه مقابل ان انا احقق اللي انا عاوزه لما اتقال في الاول وممثل طماع انا ممثل طماع ومش متضايق من الجمله دي خالص بمعنى ان انت عايز اعمل كل الادوار اللي انا ممكن ما حدش يعرف يعمله زيك يعني لو شالوك كده مش مساله كده لا ان انا عايز اعمل اي دور يجي لي عملت ده ازاي دايت مع اني بعشق الاكل مع نفسك من كام لكام من 150 انا دلوقتي 97 ما شاء الله بس الرجيم مفيش اي عمليات جراحيه مفيش اي لا لا وسائل لا لا لا. يعني طلعت عليا اشاعه ان انا عملت عمليه وانا كتبت عندي قلت يا جماعه انا براهن اي دكتور اصلا مش يطلع يقول ان هو عمل العمليه انا لو عملت العمليه هطلع اقول ان انا عملتها هو دايت بنحييك انت في الاول في صوره كده انت كنت بتشتغل في المغامرون حاجه للاطفال صح كان مسلسل اسمه المغامرون في قطاع الاطفال في صوت القاهره زمان ده اول مسلسل عملته اول حاجه خالص صورتك وانت طفل شقي ودمه خفيف وهيلعب كوميدي بقى وتمشي بقى خدود كبيره بس ولا شقي ولا شوفي ده وانت طفل على فكره خلينا احكي لمشاهدينا حاجه يمكن مش كتير يعرفوها محمد مامته مدرسه كانت في المدرسه اللي هو فيها مدام ميس كوكب ميس كوكب وطبعا كانت بتقول له قوي اياك تقول ان انا والدتك هي مدرسه انجليش في المدرسه مدرسه انجليش مش كنت اقول لها يا ماما في المدرسه كانت بتعاقب في المدرسه واتعاقب في البيت فهي ما فيش فرصه ليك تغلط لان طبعا مش شايفاك كنت بغلط في المدرسه بغلط وبتعاقب انا كنت شايف بتعاقب جدا جدا كانت بتعمل فيك ايه يعني لما يكون في طبعا يعني عادي تكتب لي استدعاء ولي امر هي اللي بتكتبه لي بايديها عادي جدا استدعاء انا بص لها كده طيب براحتك بقى انا مالي انا اروح اديه لك في البيت انا مالي كنت شقي جدا جدا يعني. وايه حكايه ان انت عورت اخوك دي يا محمد يعني انا بحب الافلام حاجه جامده يعني عورته جامد ثلاث غرز اتفرجت على فيلم المشبوه انا طول من زمان انا عندي حاله توحد مع التلفزيون بقعد قصاده وبنبهر وكان دايما عندي سؤال الناس دي بتخش جوه الجهاز ده ازاي وادوس الزرار واجري ابص ورا التلفزيون زي كطفل عايز اشوفهم ثلاثه اخوات بيدخلوا التلفزيون منين وعرفت ما كبرت بقى عرفت بنبهر فاتفرجت على فيلم المشبوه فقررت اقلد استاذ عادل فدخلت جبت موس بجد ايوه زي الولاد كان بيقلدوا فرافير اللي هو بتاعت حاجات بتاعت التجميل دي اللي هي بتاعت واخد موس داخل لاخويا بقول له انت بتبلغ عني ورحت ممثل المشهد
انت مش عايز تدعوا لي امر، انت كان لازم يعني يدعوا عنك البوليس. عشق الفن بقى اتفضلي. اه فكان في جنان كده زمان، بس الحمد لله ربنا هدانا لما كبرنا. كويس. بس مشروع ممثل من طفلك، من وانت طفل، من صغرك قصدي. بس انا عايزه اروح عند منطقه مهمه اعتقد انها كانت محوريه جدا، يعني دكتور خالد جلال طبعا مطلع لنا جيل من العباقره حقيقي طبعًا. يعني بجد مكتشف وصانع النجوم كمان. في الفتره دي انت الاستاذ الكبير الله يرحمه طبعا محمود عبد العزيز شافك وحبك طبعًا. وامن بيك جدا وخدك في ايده ومشي قهوة ساده. النقله دي كلمني عنها شويه، المحطه دي. لا هي محطه قهوة ساده، هي ربنا خلى قهوة سادة دي فتحة خير على جيل كامل. يعني فراج طلعت سلام، مجموعة كبيرة، هشام اسماعيل، احمد سعد، محمد ثروت، تايسون، يمكن اخرهم انا. والبنات ايمان كانت معاكم؟ والبنات لا، ايمان سعيد كانت الدفعة الأولى. احنا كان معانا شيماء عبد القادر، جيهان انور، اللي كانوا بعد كده عملوا عسل اسود وطلعوا في افلام كتير بعد كده. مجموعة كبيرة جدا من قهوة سادة. مجموعة كبيرة جدا طلعنا من المسرحية دي على على السوق نشتغل. بنحييه طبعا العبقري خالد جلال، يعني خالد ده قدم لنا نجوم مدرسه، اب الاجيال كتير مش لجيل واحد يعني. وهو سبب من الاسباب اللي مخلاني احب المسرح. انا بعتبره طيب معمل صناعه. ايمان كانت بتسالك بقى يعني استاذ محمود عبد العزيز هو شافه في استاذ محمود جه اتفرج عليا في قهوه ساده سوري وبعد العرض كان مستمتع جدا يعني، وقعد يهزر معايا ويضحك معايا وبعد كده مشي. ف بعديها بسنه وده الغريب ان انا فضلت معلق في دماغه الفتره دي كلها يعني، لقيته مكالمه جايه لي من محمود عبد العزيز ابنه. محمد انت فين؟ طب في البيت. طب تعالى عشان الاستاذ عايزك. بقول له استاذ مين؟ قال لي استاذ محمود عاوزك. كانوا يقولوا على باباهم الاستاذ. فبقول له تاني كان عايز يقابلك في باب الخال. فبقول له بص ما تهزرش، هو عارف انا بحب استاذ محمود قد ايه. طبعا. طب بص لو هنهزر وهم قايلين لك تشتغلني، بص اشتغلني في اي حاجه تانية، بس بلاش انا هقوم وهلبس وهنزل اجي، كان قايل معايا بقى 27 وبتعطل اصلا في نص الطريق، وهنزل بقى العربيه دي لسه عايزه ورديه بعد الظهر قبل ما اوصل المشوار، فهعمل كل ده عشان اروح ما الاقيش الاستاذ هقفش هعيط. يعني قال لي ما انت يا ابني انت مجنون، قوم البس الاستاذ قاعد مستنيك. وهو اللي اختارك؟ هو اللي اختارني. ليه بقى؟ لان انا اعمل دوره وهو صغير. الله. محفوظ زلطه في مرحله الشباب في باب الخلق. وفعلا في حتى فيك ملامح شويه من وجاده ومحمود ومحمد وكريم. صحيح. طيب طبعا انت ما شاء الله يعني مش هنقدر ننكر ان انت برغم شطارتك او الى جانب شطارتك وسعيك واجتهادك عندك برضو حته رزق كده في الحظ، يعني الحظ الحلو. طبعا دي دعوه امي بقى. الحظ الحلو ده دي دعوه الحجه. هي كانت بتديك استدعاء ولي امر. نفس الوقت هي الست الشريره بتاعت المدرسه، بس كانت طيبه في البيت جدا على فكره. طبعا اكيد المشوار ده اعتقد ان برده كان في اكيد احباطات كتير قبل جدا، وحاجات ممكن تكون رسمت على ملامحك رغم هزارك وضحكك وكل اللي باين عليك في الدور او في الحقيقه، في حته كده انا مش عارفه ليه حاساها لمحه شجن. مش شجن، هو احنا اصلا مفيش طريق مفهوش مشاكل طبعا. انا زي اي حد دخل الشغل دي، يعني احنا نتاج تجاربنا ومشاكلنا وحياتنا. ايه بقى اللي حصل؟ حصل بلاوي يعني. ياما رحت كاستنج مثلا واقعد بالاربع والخمس والست ساعات وسيب صوره يا ابني وامشي. انا مره قبل كده مضيت دور ورحت مثلت في مشهدين وبعد كده مشوني. ليه؟ مش عاجب بطل الحظ ما كانش معروف. عاجب المخرج ولا لا؟ بطل. مش عاجب بطل العمل. حد معروف؟ تمام. حد موجود دلوقتي؟ اكيد. وبتقابله؟ جدا. وبيبقى رد الفعل ايه بقى دلوقتي؟ ولا اي حاجه. ولا حاجة. هو اثبت ان هو فنان عظيم. ويا ما انا فاكر اليوم ده كويس، لما روحت قررت يومها ان انا هسيب التمثيل. وروحت في حاله انهيار، كنت مهزوم احباط انهيار. وقررت ان انا هسيب التمثيل ويومها والدي الله يرحمه ووالدتي ربنا يديها الصحة قعدوا معايا وهدوني، وبعد كده أمي تاني يوم قالت لي يعني نام دلوقتي نتكلم بعدين. تاني يوم وأنا قاعد معاها قالت لي مفيش حد بيسيب الخناقة ويجري من أول ألم. صح. الله عليها. والله مسج مهمة جدا للشباب. هتضرب وهتقع وهتقف وهتقع وهتقف وهتتعور وهتقوم، لكن مع أول ألم أنا مش هتخانق. لا ما كنتش درست.
ما كنتش قررت ان انت تبقى ممثل، كنت عملت اي حاجه. انت درست اداب مسرح؟ اداب مسرح تمثيل واخراج. فطبعا انا عمري ما انسى وقفه امي جنبي في يوم زي ده. ونجاحك كان احسن رد عليك. الحمد لله يا ربنا بقى. واتعدلت ازاي في المحطه اللي بعديها بقى؟ الحظ والرزق جه ازاي؟ بص هي مش بتتعدل، مش مساله بتتعدل يعني، بعد الكبوه دي اكيد نفسيا انت وقعت، عشان دي رساله لكل شاب بيشوفك النهارده بيلف على مكانك. نزلت اكمل سعي وبيفشل مره وبيقولوا هنتصل بيك وما بيتصلوش، وبعدين يبدا يتعاقد على شغل. ربنا سبحانه وتعالى دايما بيعوض البني ادم. يعني انا عندي مبدا، انا بسعى واجتهد وببقى مستني ربنا سبحانه وتعالى يعوضني. الهديه بقى جت من ربنا زي وعوض عليك؟ الهديه جت من ربنا في قهوه سته. دي كانت الحظ كله عليك. طبعا يعني بعد الموقف ده فتحنا قهوه سده بعديها بشهرين، ودعيت ماما وبابا بقى يشوفوا الممثل بقى ويفرحوا بنجاحه. انا امي ما فيش حاجه بعملها، سواء مسرح تلفزيون سينما، هي دلوقتي اكيد قاعده بتتفرج يعني، بنحبها جدا. وطبعا يعني ودلوقتي برضو اللي ماسك الموضوع معاها نورين مراتي، ما بيفوتوش الهفوه جايين لها دي. انت قلت عليها ان هي اعظم قرار، وهي قالت عليك اعظم اختيار. ربنا يا رب يهدي سرهم فيهم شر الحسد. امين يا رب، امين يا رب. نورين شريكه حياه وشريكه نجاح الى اي مدى؟ يعني اقصد اقول الى ابعد مدى ممكن تتخيل. حلو قوي. اي حد عموما بيطلع على هذه الشاشه اللي انا طالعه لحضراتكم منها، كان بقى بيغني، كان بيمثل، كان في برنامج، دايما في طرف كده، في حد شريك في حياته. انا كنت كويس النهارده، انا عملت ايه؟ طب رأي، طب لبست حلو، طب اعمل كذا كذا ولا كذا. الحد ده هل هي نورين ولا في اخرين كمان؟ نورين وامي. يعني كان الاول امي، دلوقتي بقت امي ونورين. ونورين كمان في ميزه، نورين درسه زي اداب مسرح والله، ومتخصصه، بس هي ديكور، انا تمثيل هي ديكور. فهي درسه مسرح ودرسه فن. انت سابقها بكذا سنه صح؟ لا بكتير. بتستعين بيك بقى؟ 7-8 سنين مثلا. بتستعين بيا. يا رب. وانا بستعين بيها جدا على فكره. طب انا معلش برضه لسه عاوزه اكمل في الحته اللي هي بتاعت صناعه الانسان القوي دي. وانت كلمتيني عن اول قلم اللي مامتك قالت لك هتاخد اول قلم وتجري، طب اكيد بعديه كان في قلام كتير وشلاليت كتير وبوكسات كتير جدا. طب المناعه بقى اكيد كانت موجوده برضه، بس ايه برضه اللي انت تعتبره بعديها كانت خبطه جامده؟ تاني خبطه جامده جالي فيلم. هو كله في الشغل بس الحمد لله. لا وجالي خبطات طبعا في الحياه، بس هي الدنيا كده، ما هو الدنيا مش حلوه بس ومش وحشه طبعًا بس طبعًا. احنا بناخد منك يعني اللي هي النموذج او المثل اللي يحتذى بيه من خبطات وتقف على رجليك. فكان يعني انا عايز اقول لك ان انا جالي فيلم، والفيلم ده كان في الوقت ده كمساحه عمرها ما جات لي. يعني لو الفيلم مثلا 120 مشهد فانا ليا 60 مشهد. فيلم ايه يا محمد؟ ما عملتوش؟ لا داعي لذكر اسماء. يعني انت حضرته وما عملتوش؟ وكان تاريخي في السينما كله ساعتها مشهد في فيلم بيبي وبشير. فمن مشهد لستين مشهد، واو، يا نهار ابيض. ماشي برقص في الشارع. طب تعالى هنعمل ريكاست، فاروح وامثل مشاهد تانية من المشاهد، انبهار فظيع. طب هات نجيب ملابس شخصيه ونعمل ريكاست ثالث، فاجيب ملابس، هما برده لسه ولد صغير وبيدوا له دور كبير، عايزين يتاكدوا. تمام. فعمل ريكاست ثالث، انبهار كبير سنين. جدا. طب هنختار البنت اللي هتعمل مراتك، فهنعمل ريكاست رابع. بيختاروها على اساسك؟ على اساسي انا. بعديها باسبوع لقيتهم بيكلموني، محمد مفيش نصيب. ليه؟ وعملوا الفيلم ولا ما اتعملش؟ اتعمل. نجح. مش دي المشكله. المشكله في اللي جايه اكتر. بعديها بساعه كلموني تاني، محمد في دور مشهدين تيجي. يا على يعني الم، شيء مؤلم يعني. فامي برضو عملت ايه بقى؟ قالت لي روح. قلت لها انت بتقولي ايه؟ قالت لي روح، انت راجل كل تاريخك مشهد، دي خطوه مشهدين، بكره يبقوا ثلاثه، بعده يبقوا اربعه، ما جاتلكش الخطوه الكبيره اللي هي من مشهد لستين مشهد، جاتلك الخطوه الصغيره. حكيمه جدا. ما تقولش لا حكيمه، لان والدتك في حياتك ما شاء الله رزق. انا بقول لك انا امي مهمه جدا في حياتي. رحت مكلمهم قلت لهم انا موافق. صدموا طبعا. هو ساعتها المخرج منفذ قال لي يا ابني انت طيب، خاطرك بتعالى عندك مشهدين، انت طيب زياده عن اللزوم يا ابني، او ذكي وراك ست ذكيه. مش مساله طيبه بس، انا اقتنعت بوجهه نظر ما، فانا موافق. واحنا بنصور المشهدين بقوا 7. الله الله. ده عوض ربنا. طبعا صح. ف
فلا كتير بقى من ده في مواقف. السبعه سابوا بصمه الحمد لله رب. والله بص هو الواحد لما بيدخل كده بنيه حلوه والله ربنا بيفتحها في وشه ويلين الحديد واللي معاه ربنا يمشي على الميه. هو بالظبط كده. هو الواحد عايز ينجح وبيدعي ربنا التوفيق وخلاص. طيب نرجع بقى للنص الحلو. احنا فتحنا سيره نورين لازم ما نسيبهاش كده. لا طبعا. انت كنت مع بعض في الجامعه وجيت في عيد جوازك قلت يعني هي نورين بالنسبه لي اعظم قرار، وهي كمان وصفتك بانك احسن حاجه حصلت في حياتها. الحمد لله ما شاء الله ربنا يخليكم لبعض. ازاي ان الواحد يقول على مراته يفضل يقول طول الوقت ويكمل كده ما شاء الله ان ده اعظم قرار وان هو ما غلطش وكنت فين يا لا لما اتجوزت مين حدفني على الجواز؟ لا لا والله بص ايه اللي بينجح اقصد العلاقه دي؟ مش كلام انشا بس بجد بجد نصيحه لاي شاب بيشوفك النهارده اللي بيعزف عن الزواج مده طويله كنا بنتكلم فيه امبارح. اولا لازم تكون بتحب مراتك. يعني مش انت مش عايز تتجوز لاهداف انت بتدور عليها، عايز تفتح بيت بتدور على استقرار. الناس مش بتتجوز عشان تستقر، المستقر هو اللي بيتجوز. حلو ان يكون احنا اصحاب في الجامعه مثلا او عارفين بعض، دي صوره فرحكم طبعا ما شاء الله. طبعا. فبمعنى ايه عارفين بعض اصحاب بقالنا سنين؟ احنا كنا اصحاب جدا بقالنا 7-8 سنين وما كانش في بيننا ارتباط اصلا. بل بالعكس كنت انا مرتبط وهي مرتبطه بس كنا اصدقاء. الله. وبعد كده اتقابلنا تاني قعدنا مع بعض قعده واثنين وثلاثه شدينا لبعض بقى من ناحيه الارتباط. لا نورين دعوه امي ليا. مضيت قايمه؟ مضيت قايمه؟ انا امضي على اي حاجه انا مش مضيت قايمه. اصل ده كان موضوع حلقتنا امبارح وموضوع كان قلب الدنيا. مضيت قايمه؟ مضيت قايمه ضحكوا عليا. مضيت قايمه؟ طب يا جماعه طب النهارده بعد السنين دي لو مضيتك على بياض هتمضي؟ برافو عليك. اصل هقول لك حاجه انا مأمنها على حياتي انا شخصيا. الله الله. احنا عايشين مع بعض في بيت واحد بناكل في طبق واحد، هي عمرها ما هتغشني مرايتي، بنحاول نكون شركة. والله بجد مش كلام انشاء. اللي عايز ينجح لازم يحترم. هو راجل مؤتمنك على كل حاجه سايبها. لازم يحترم شريك حياته، انت تحترميه وهو يحترمك. ايه اللي يحافظ على العلاقه؟ انت بتشوف حالات انفصال كتير حتى لو ما كانش طلاق معلن او طلاق واضح وصريح، بيبقى في انفصال وهم تحت سقف واحد. ايه اللي بيخلي العلاقه تتدمر ما بين اي راجل وست؟ هم حاجتين، ان ما يبقاش فيه تواصل، ما يبقاش فيه احترام. صحيح. لازم يبقى فيه تواصل. لازم نقعد نتكلم، لازم يبقى فيه. بتغير عليك؟ اكيد زي اي ست، وانا بغير عليها جدا على فكره. الله. جدا. طيب طالما بقى اتكلمنا عن يعني موضوع متبادل برضو. يعني انت شكلك اجنبي بس المواصفات كلها شرقيه. لا لا لا, لا شرقي 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 جدا. انا ابويا من غمره وامي من السبتيه. اجدع ناس. احسن ناس بنحييهم. يعني مناطق شعبيه اصيله. علي رزق عن وقفه الست في حياته طبعا، والست نورين فوق الراس. ربنا يحفظكم لبعض يا رب. ربنا يخليك. انا يعني صديق مشترك كده بيني وبينك فتن لي على حاجه وقال لي اساليه عن وقفه الست اسعاد يونس اللي بنوجه لها كل التحيه والتقدير جنب او في حياه محمد رزق علي رزق. ما استاذه اسعاد ما كانتش فاكره. انا لما حكيت لها، انا كانت مستضيفاني معاها، ولما حكيت لها هي اتخضت اصلا. مدام اسعاد كان فيلم صاحبه السعاده. الست اسعاد هي صاحبه السعاده فعلا. كانت فيلم حلم عزيز كان العرض الخاص بتاع الفيلم. كان في قاعة الفي اي بي وكان في القاعة العادية. وانا كنت ساعتها بقى ممثل صغنن كده لسه بيبدا حياته. الكلام ده كان 2011 2012. فانا طبعا في القاعة العادية مع الجمهور مش في الفي اي بي. فبعد الفيلم استاذة اسعاد بتحب تتفرج على الفيلم مع الجمهور العادي مش مع الضيوف. تبقى عايزة تعرف الفيدباك الحقيقي، تاخد ردود افعال حقيقية قوي. فوانا خارج من القاعة بعد الفيلم لقيتها بتندهلي. يا محمد تعالى. فروحت لها قالت لي تعالى بس امسكني كده انجزني كده. رحت ايه يا الله لو عارفه اسمك وعنيها عليك يعني قبضك. يعني هي اللي نادتني بالاسم ورحت انجزاني وماشيه بيا. راحت بيا لغايه القاعه الفي اي بي. كان بقى الممثلين واقفين بعد العرض بالضيوف. قالت لي انت تعالى اقف هنا مع الناس هنا. الله تقفش بقى. الله عليها. الله بتحييها. فدي دفعه نفسيه وكانت دفعه معنويه ورساله من ربنا اللي هو كمل. بنوجه لها تحيه طبعاً. ومحبه طبعاً. وتقدير طبعاً. اللي بتحتوي دايما الخواطر الجواهر الحلوه مصنعه للنجوم. صحيح. وانسانه على مستوى إنسانة عالي على جداً. مستوى يعني كبير جدا بصراحه. صحيح. ما اقدرش يعني انكر لها ده. صحيح. طب نيجي بقى والمحطه اللي انت فيها الاخيره وكل يوم على المسرح كاليجولا وحاجه عمل كلاسيكي يعني عمل عملوا عمالقه قبل كده.
احكي لنا عنه، استعدت له ازاي، ومين معاك انت؟ اوتاكا اوتاكا ورباب يعني. واسمحيلي بس لان انا وعدتهم ان انا يعني هتكلم عن العرض باستفاضه شويه، يا ريت، لان العرض ده ليه معزه غاليه في قلبي. طبعا كاليجولا هي حلم حياتي من اول ما بدات، ان انا ابقى ممثل مسرح ودارس مسرح وافهم يعني ايه كاليجولا. وانا كان حلم حياتي ان انا اعمل شخصيه كاليجولا، بس كان فيزيكال بتاع جسمي منعني، كنت بقى 150 كيلو، فكاليجولا ده المفروض حد يعني لياقه معينه ومرونه معينه. فكرتك يعني انت اللي اتحمست لها ولا في وزاره الثقافه يعني ولا؟ والله كان الحماس في البدايه من عن طريقي انا ومحمد عز اخويا الكبير وصديقي مخرج المسرحيه واوتاكا. الفكره كانت بادئه بينا احنا الثلاثه. وبعد كده بقى ربنا رزقنا بكاست زي القمر، كله ممثلين شاطرين، رباب طارق ممثله عظيمه، لازم تكون متصدى العمل عظيم. طبعا يعني عامله سيزونيا بشكل رائع. محمد العربي، مصطفى صديق، محمد حسن، شريف نبيل، نهاد، استاذ احمد لطفي، مش عايز انسى حد. نورين بالمناسبه مساعده، مع مساعده مخرج في العرض، النص الحلو معاك برده في معايا في العرض، وبتقيمني كل يوم. كل يوم من المسرح للبيت باخد محظوظ تقييم. محظوظ انت، ماما في المدرسه معاك ونورين معايا في الشغل. ناقده صعبه بالنسبه لك، بتقول لك الحقيقه. بتقول الحقيقه واحنا متفقين، يعني لو قالت لي انت كنت وحش النهارده ما بتضايقش منها. انت النهارده عملت كذا غلط، انت النهارده عملت كذا كويس. انت دلوقتي كممثل يا رزق راكب القطر وماشي، وكل شويه في محطه، اكيد محطه بتسلم محطه، اكيد انت مشوارك فين؟ عايز تروح فين؟ لا انا مشوار لغايه ما اموت. ده شرع عليك. يعني اقصد ايه الحاجه اللي هي انت لو وصلت لها كده انت بدات توصل للقمه، او من وجهه نظرك؟ مفيش. الدور اللي انت نفسك تعمله، اللي انت شغوف بيه قوي نفسك تحققه؟ ما عنديش دور بعينه، انا دايما طول الوقت بقول انا نفسي اعمل الدور الحلو. والجمله الثانيه اللي بفضل ايا كان حجمه، ايا كان حجمه، ودايما برضه اقول انا نفسي بعد يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يعني بعد عمر طويل او قصير الله اعلم، بعد ما يسترد امانته، يعني يتقال ان كان في ممثل مهم اسمه محمد علي رزق. عدي بقى عليا جيل واثنين وثلاثه وعشره، يتقال ان كان في الجيل ده ممثل اسمه محمد علي رزق. هيتقال يا محمد بس هو ده هدفي من الحياه. مخلص لشغلك، وده يعني باين في نقلات في محطات، وانت ده عمرك الفني. انت حكيت ان انت بدات 2000 وايه؟ انا بدات 2003 وثلاثه، وانا في ثالثه ثانوي، بدات من وانا في ثالثه ثانوي. ما شاء الله يعني، ما شاء الله. يعني سؤال افتراضي كده يا محمد، لو في يوم من الايام لاي سبب، يعني مش هقول خارج عن ارادتك، بارادتك قررت ان انت تغير الشغلانه خالص وتشتغل حاجه تانية او تعمل حاجه تانية، افترضنا يعني، ممكن تعمل ايه او تكون فين؟ اكيد فكرت فيها مره. والله ابدا. طب لو بتفكر فيها دلوقتي، اول حاجه تيجي على بالك انك ممكن تلاقي نفسك فيها غير موضوع التمثيل؟ مش قصدي حاجه والله، قصدي ان يعني عايزين نعرف خيالك واصل بيك لغايه فين. فعلا ما اعرفش. انا عندي ازمه كبيره، ان من وانا صغير انا بحب التمثيل. انت اخوك يعني، عايز اكتر من كده. وعلقت نفسي بالمهنه دي. بس ممكن تخرج مثلا او تنتج، في ناس بتجيب اللي بتكسبه. ممكن جدا، ممكن جدا، ممكن جدا اعمل ده، ممكن انتج. اخرج لا، ما اتحملش مسؤوليه عمل كامل لوحدي، مش بتاع، مش موهبه تانية خالص دي، يعني. مش موهبتي انا، موهبتي ان انا امثل. انا المخرج يجيبني اعمل له اللي هو عاوزه، لكن ابقى انا المخرج لا، ما اعتقدش. طيب احنا بقى عندنا لقطه كده من الاختيار، وهنشوفها ونرجع تحكي لنا كواليس دي مع حلمك الكبير مع بيتر ميمي، وعمل زي الاختيار حلم كل ممثل. نشوف بقى مشهد كده من الاختيار ونرجع تاني. بص يا فندم، هو اقصر مني حاجه بسيطه، وجسمه رياضي كده، وابيضاني ووشه مطول، وبدقن دقنه برضه اطول من دقني سكه بسيطه، وحواجبه مش لازقه ببعضها وخفيفه، واشقر، وعينيه ملونه وزرقاء. بالظبط يا فندم، زرقاء. هو حضرتك تعرفه؟ قول لي بقى نوع التكليف اللي اداهولك المره دي. والله يا فندم، هو طلب مني كذا حاجه يعني. مبدئيا كده هو طالب مني تقرير يومي عن حال البلد، وعن رد فعل الناس على اللي بيحصل في البلد اليومين دول. وطلب مني كمان ان انا اتعرف على مجموعه شباب من اتجاهات سياسيه مختلفه. يعني شباب من تمرد، من حركة حزمون، شباب من جماعة الإخوان كده يعني. بص يا ماهر، الشغل الفترة الجاية هيبقى صعب شوية، والمعلومات اللي طلبها منك ما هياش معلومات سهلة، عشان كده انت هتقعد مع حسني وهيقول لك الموضوع ده يمشي ازاي. تمام يا فندم،
بس هو طلب مني حاجه تانية. هو عايزنا نتعرف على عيال المهربين وخصوصا اللي موجودين قريبين من ليبيا. انا في اول الموضوع بصراحه طولها دي صعبه وقيرت وحسست ان الموضوع صعب. هو قال لي حاول وانا هزودك في الفلوس. ماشي، واحنا عشان خاطر الفلوس هنساعدك في التكليف ده. عدم المؤاخذه على مصطفى بيه، انا في حاجه كده قلقان منها. خير؟ وانا برغي مع ماركو قال لي ان حبايبه كتير. هو يقصد مين بالجمله دي؟ ولو اني ما بحبش الاسئله كتير زي ما انت عارف، بس هريحك المره دي. فاكر اول مره قابلتنا لما جيت لنا هنا وعملت البلاغ؟ الطبيعي في اي جهه امنيه بتعمل تحريات، يعني عملنا تحريات عنك وعن الدوائر اللي حواليك بكل التفاصيل لغايه ما اصطدمنا ببسطاوي. بسطاوي؟ ايوه بسطاوي. هو بسطاوي مش متورط في اي حاجه مع ماركو. بسطاوي بالنسبه لماركو شماشيرجي، بعته يجيب له حد، يجيب له حاجه، يساله عن حاجه، يساله عن حد. وبسطاوي فرحان بالقرشين اللي بياخده، لكن تكليف لبسطاوي من ماركو ما حصلش. هي كل الحكايه ان ماركو مشغل معاه بسطاوي من غير ما يجند. ايوه يا فندم، بس يعني بلاش، احنا عارفين هنقطع رقبه الحكايه دي انت. تمام يا فندم. بص قلبه خفيفه، دقنه اطول منك، شعره اطول. الله اكبر، ده هو ماركو بعينه. بس حضرتك تعرفها مصطفى بيه؟ ازمه ايه الماتش الحلو ده؟ حوارنا مع محمد علي رزق والاختيار والمحطه اللي كنت بتحلم بيها، ومع حبيبك السقا طبعا. اشتغلت معاه الحصان الاسود ومن 30 سنه واعمال كتير. هو ده من الحاجات. لكن هنا بقى كمان انت مع الكاست ده ومع بيتر ميمي ومع حلم العمر، عملت ايه؟ بص، هو الميزه ان انا مش كان أو يعني مش اول مره اشتغل مع دكتور بيتر، يعني اشتغلت مع دكتور بيتر قبل كده الاب الروحي، واشتغلنا كرموز كانت محطه مهمه برضه. طبعا. فدكتور بيتر انا اعرفه كويس بالكروب بتاعه كله. وكمان حظي الاحلى انه جه الشغل مع استاذ احمد السقا. احنا عملنا مع بعض قبل كده من 30 سنه الحصان الاسود، هروب اضطراري. فهو اصلا يعني احنا اصحاب، وهو الكيمياء باينه، الكيمياء بينكم. هو الدور كمان ما كانش كده، يعني احنا 1-2-1-2 ماتش شغال، احنا كنا بنفكه كده. يعني هو كان يجي يقول لي تعالى نحط حته هزار، نحط فكره انك قلقان طول الوقت. انا عامل لازمه ان انا قلقان طول الوقت ان انا في مبنى المخابرات. ان هو ملوش دعوه، هو راجل بتاع موبايلات شك في واحد شغال معاه، فراح بلغ يا جماعه الراجل ده بيديني فلوس دولارات كتير بشكل اوفر، وبيطلب مني اجهزه موبايلات كتير جدا. وفي اماكن غريبه، يعني اماكن زي القنطره وزي العريش هي الفتره الوطنيه هنا بقى كمان طلع. فاروح يعني اسالوا عليه، لو كويس اكمل شغل معاه، مش كويس فجاه لقى نفسه عميل شغال مع المخابرات، فهو مش فاهم هو بيعمل ايه. سعيد طبعا ومخدود يعني ومخدود، هو فرحان ومخدود. فاحنا لعبنا على فكره انه مخدود دي نطلع منها شويه كوميديا يعني. حلو قوي. طيب انا عايزه اروح لمنطقه، انه دايما الفنان بيبقى في ناس معينه بيرتاح في الشغل معاهم، بيعرف ياخد منهم كيوهات صح، بيريحوه في 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 المشهد. في ناس معينه انت انبسطت قوي انك اشتغلت معاهم والتجربه كانت ناجحه جدا، ومش هنقول طبعا اسامي الناس اللي كانت ممكن تكون التعامل من او الكيمياء ما كانتش راكبه قوي زي ما بقول. فهمني طبعا. انا يعني ايه ادعي يعني، والله اعلم ان انا الحمد لله بعرف اشتغل مع اي حد. فوت في الحديد دي نعمه، انسان يعني اجتماعي بالظبط، بحب الناس وقلبك. انا ما عنديش مشكله مع حد خالص، ده رقم واحد. رقم اتنين، انا عاده وانا ببقى داخل العمل مش ببقى شايف مين اللي جنبي بقدر انا تحت قياده مين. انا دايما بدور على المخرج. بتفرق طبعا، المخرج هو الليدر، هو اللي هيديني الملحوظه وهيدي للممثل اللي جنبي الملحوظه. حتى لو الممثل اللي جنبي ده اقل او اعلى او نزل، أو انت ما بتديش ملحوظه لزميل طبعا. احنا كلنا في النهايه تحت قياده مخرج.
طب يومك لما تكون رايح بتمثل رزق، انت النهارده عندي مشهد، عندي تصوير النهارده، وانت نازل من البيت اوكي، اكيد بيبقى لك طقوس خاصه، في حاجات معينه بتاخدها معاك من البيت وانت نازل، في طبعا. في حاجه معينه بتعملها، في حاجه يعني اكيد لك طقوس كده شخصيه. مش طقوس، انا ببقى نازل بمود العمل اللي انا رايح. تاخد ايه في ايدك وانت نازل من البيت لو عندك تصوير؟ المج بتاع القهوه، ساندوتشات قهوه. لا نورين ما تعملش اللانش بوكس يعني طبعا لا 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 يعني تنزل. انا ما خدتش لانش بوكس ايام المدرسه، انا خدته لما اشتغلت. طبعا والله لازم طبعا لانش بوكس عشان الدايت كمان، يبقى كذا واحده بتاعه الغدا، واحده بتاعه العشاء، واحده بتاعه السناك. سهرنا قعدنا من الصبح يبقى في سناكس كده صحيه، ساعات بنبعت المساعدين في النص يملى البوكسات ويرجع كده. رغم ان انا موافقاك جدا فان اختيار المخرج شيء يعني في غايه الاهميه، لان هو بيبقى ضمانه الى حد كبير في نجاح العمل طبعا، لكن في نفس الوقت اكيد انت كممثل النهارده ما شاء الله حطيت رجليك وخدت خطوات كثيره وخدت اقلام وقمت وقفت وربنا كرمك، اكيد جواك كده وبينك وبين نفسك في اسماء معينه تحب تشتغل معاها من الممثلين اكيد، وعلامات ممكن يكون موجودين معانا على ارض الواقع وممكن حتى في الخيال في الحلم، ناس من اجيال او من ازمنه سابقه. فمن هنا ومن هنا مين اللي كنت اللي تحب تتمنى تشتغل معاه ومين اللي كنت تحب تشتغل معاه؟ من هنا يعني من زماننا ده انا نفسي اشتغل مع كريم عبد العزيز جدا. الله عليك جدا، والحقيقه حاجه كبيره جدا طبعا. جميل طبعا، ومتاكد بنسبه مليون في الميه ان انا هبقى مستمتع للصبح. تمام، مين كمان؟ يمكن ده اكتر ممثل انا نفسي اشتغل معاه. بنات سيدات يعني فاهم بركز. نيلي كريم ما اشتغلتش معاها خالص، يعني اشتغلت مع ايهاب صبري، اشتغلت مع منى زكي، اشتغلت يعني حلفني التوفيق والحظ ان انا اشتغل مع نجمات كبار زي دول، بس ما حلفنيش الحظ ان انا اشتغل مع نيلي كريم. ان شاء الله يمكن وشينا حلو عليك تمضي حاجه مع يا حبيبتي ان شاء الله. والقديم القديم عندك بقى عمالقه بقى كتير قوي يا نهار ابيض، كلهم تقريبا كلهم انا عايز اترمي في حضنهم كلهم وامثل يا نهار ابيض. طبعا هقول مين ولا مين، بس مين اللي كنت تسيب اي حاجه في ايدك لو جاي من المدرسه وفي فيلم ليه في التلفزيون تقعد له؟ استاذ محمود عبد العزيز الله يرحمه. من قبل كده كمان؟ من قبل، من زمان. طب الابيض واسود ايه؟ الابيض واسود المليجي. الله يا محمود المليجي المليجي. وعبد السلام النابلسي، كنت قايل تصريح عن عبد السلام النابلسي والمليجي بالنسبه لك كقدوه ان هم من اعظم الممثلين اللي عدوا على مر العصور. النابلسي ده اسطوره طبعا، اسطوره صحيح. ومفيش دور بيجلي مع انه بيلعب على كاركتر واحد بس هو عظيم. المليجي بقى طبعا مع حفظ الالقاب الراجل ده عمل كل حاجه في الشغلانه. في حته منك، فيك حته منك. اتمنى يا نهار ابيض ده كمشاهده، انا بقولها كمشاهده مش كناقده. والشر انا حاسسني بصلاح منصور وبتاع لما عمل مرتضى يعني والناس الكبيره دي. اصل استاذ محمود المليجي ده عمل الطيب والشرير، عمل الطيب وعمل الشرير وعمل الكوميدي بس ما قابلتوش ضحك ولعب وجد. ما لحقتوش انت؟ ما لحقتوش طبعا من سوء حظ. الرئيس التحريري الكوميديان ده كان عامل دويت هو النابلسي يتدرس يتدرس في الكوميديا. طب ما هنرجع فلاش باك كده وكان انت عايش في زمن الابيض واسود وبتدخل جوه التلفزيون اللي انت كان نفسك تعرف الناس بتدخل جوه ازاي وهتقول انه الدور ده في فيلم ابيض واسود انا لو عملت الدور ده هبدع. طبعا اكيد يعني طبعا قامات وفنانين كبار طبعًا. لكن الدور ده كنت تتمنى ان انت تبقى بطل، ابقى طماع هطلب دورين مش دور واحد. دورين يعني بما اننا بقى ايه خيال يلا اختار بقى فرصتك. العمده في الزوجه الثانيه ايوه صلاح منصور طبعا الدور ده الدور ده عبقري مغري لاي ممثل طبعا طبعا. استاذ صلاح منصور مقفله يعني انا بقوله كده مش عارف انا هعمله ازاي. هو خلاص هو جايب الدرجات النهائيه. انت بتعمل الدور ده شايف نفسك طبعا. ايه تاني الدور التاني؟ دور استاذ فؤاد المهندس مش هستدعي في ايه؟ ايه فيلم الشموع السوداء. ياه انا بحب الدور ده جدا لانه كان جد شويه. ده مدرسه يعني كانش كوميدي كوميدي خالص. ده هو ده كان كوميدي جدا، هو الحته اللايت في الحكايه بس بيبكي في نفس الوقت. طبعا في مشاهد، المشهد اللي بينه وبين البنت اللي هي خطيبته وهو فاطمه وهو بيعاكسها وتقول له اتحشم يا سادس عشر ويقعد هيموت ويمسك ايه ده طول الفيلم عايز يمسك ايه ده. بس فيلم بحب المشهد يعني بحب الدور ده جدا. طب الستات بيعرفوا يكذبوا جدا؟ سامحوني بقى، بس الاجابه طالعه زي الرجاله طلع. زي الرجاله قد الرجاله بعدنا بشويه يعني احنا غلابه غلابه
انتوا غلابه. انا جاي هنا دافع عن الرجاله يا جماعه، اصل انتوا ثلاثه وانا لوحدي، لازم ادافع عن الرجاله. لا الستات ما بيعرفوش يكذبوا. لا لا الرجاله اللي بتجبرهم ساعات انهم يعملوا الغلطه دي. عالكذبه دي. هنشوفك في ايه الفتره الجايه؟ نقول انت مضيت حاجه جديده، بتقرا حاجه جديده عشان نفرح. مؤخرا يعني انا دلوقتي مركز مع كاليجولا جدا، وبجهز لفيلم مينا مسعود في عز الدهر ان شاء الله. الحمد لله يعني صورنا جزء منه وراجعين اخر شهر 6 ده ان شاء الله. ان شاء الله بدايه من يوم 21 بالتحديد ان شاء الله مينا هيكون في مصر بامر الله، وهنرجع نكمل تصوير الفيلم، وفي مسلسل ان شاء الله برضو كده، بس يعني لسه بنرتب مع نيلي كريم ان شاء الله. يا رب. مستبشرين خير ان شاء الله ليك. شاء الله. محمد نورتنا. شكرا محمد علي رزق النجم الرائع الجميل اللي صعد ما شاء الله بصدق بسرعه الصاروخ وبنحترمه. ربنا يخليك. وشكرا للوالده استاذه كوكب اللي جابت لنا الفنان العظيم جميل. انت اخر اخواتك؟ انا اصغر واحد. تعرفي مامته يا منى؟ انا حاساها كده تعرفيها. لا والله، بس انا بعمل له فيديوهات وبيكلمها على التليفون كمان. يعني جميله جميله. ربنا يخليك يا منى. ويخلي لك نورين، ونفرح بقى مره جايه يكون معاك بيبي باذن الله. يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله. وهي نورين مش نور واحد. نورين مع بعض. بيقولوا لها كده دايما في المسرح. نورين. بنحييها وربنا يخليكم ويبعد عنكم العين ويخليكم لبعض يا رب. ربنا يخليك. وبعد الفاصل وفقره عن اعمال الخير والبر والطاقه.